السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى كل شيء يكون بخير. اليوم واحد الفيديو ظريف خفيف صغير ما مطولش، هو أن نريكم الطريقة كيفاش تنشئوا إيزيماي ديالكم أو مواقع أو حسابات إلكترونية بدون رقم هاتف اللي ممكن يخول لكم تنشئوا بزاف منهم في ظرف وجيز. إذا هذه الطريقة هذه سهلة، وأنني كنديرها ماشي من جوجل كروم ولا من موزيلا ولا من أوبرا ولا من إحدى المتصفحات. اليوم غنديرها على واش الطريقة ديالي من التليفون، وأنني غنمشي لي بارامتر ديال التليفون ديالي ونحاول نهبط لتحت ونقلب على كونت وكنمشي كندير أجوتي دو كونت. إذا في الحالة هذه غندير كريي بوغ موا، نحاول نكتب اس اللي بغيت مثلا أحمد، وأنا غندير وأنا نضغط أحمد أنا مثلا إدريسي دير سويفون. هنا اختيار تاريخ ازدياد 1980، هنا اختيار اوم سويفون. في هذه الحالة كنختار مثلا احمد، مود باس بهذا الشكل هكا. فوالا هنا كيعطيك غتمشي لانيوري. فوالا في هذه الحالة هذه كيتم وكتعاود نفس الطريقة نميت وكيعطيك تسجيل حساب آخر. بعد عاود غنعاود باش نتأكدو، غنمشي لكونت غندير اجوتي ان كونت، نمشي لجوجل اجوتي ان كونت. لاحظو معايا سطر شوية فوالا كريي بوغ موا، نشوفو اختارو مثلا سعيد علوي تاريخ الازدياد 1990 اوم، اختارو هو كيعطي الاختيار اختار مثلا هذا بس هذا الشكل هكا. فوالا ها هو كيعطيني تحت عاود انيوري، دونك ما كنديروش بنفس
إذا نتمنى وفقت في هذا التجربة، وشكرا لكم.